اذكر اذكر أهم ما تراه في خارطة العالم. يلا خارطة العالم نشوفها. شو تشوف؟ واحد قول لنا بس. دول. الدول. الدول. نعم. احتمال الرابع. وبعد شو تشوف أستاذ نور؟ القارات. القارات. وأقوى احتمال. إذن أستاذ نور قرر. ويا من نروح؟ وياكم لو وياهم؟ وياهم. وياهم؟ وياهم. هلا أستاذ نور تفضل. روح أستاذ نور. يلا حكينا. عندنا خارطة، خارطة العالم. هناك أشياء نشوفها. اذكري لي شيء واحد أهم ما تشاهديه في خارطة العالم. البحار. البحار. نعم. ودنيا. محيطات. المحيطات. نعم نعم نعم. وأستاذ عماد، شو شاهد أنت أيضا على خارطة العالم؟ خطأ بسبب الوقت. انتبهوا، تركوا وقت مو نبقى نص ساعة.